فيعني مبسوط ان انا معاكم النهارده، وان شاء الله البرزنتيشن في الابديتس بتاعت الجايد لاينز الجديده اللي انا الحقيقه ما كانش عندي حظ ان انا اسافر، ولان فرنسا زعلوا مني وما ادونيش التاشيره اللي بعدها بثلاث اربع ايام يوم 2/9، فحتى سميت المحاضره بي ان باريس، بي ان باريس غصب عنهم بقى، وهي البلمونري امبوليزم بي ان باريس 2019. الحقيقه في حاجه مهمه تانية كمان عايز اقول لكم عليها بالنسبه للشباب الاطباء، دي اكسبيرينس. انا بقى لي دلوقتي حوالي 20 سنه مثلا بروح الاي سي سي، اول مره استفيد اكتر من ال 20 سنه اللي فاتت. ليه؟ انت كنت قاعد اون سبوت ما بتجريش بين القاعات، وقاعد عمال تلقط كل حاجه، وسليم طبعا مش رحمنا ومش عارف ايه وعمل سلايدز، وانت كمان عشان ما روحتش فانت زعلان، فانت عمال بقى بايه بتقرا اكتر. فما تزعلوش ان ما حدش يسافر الاوروبيين ناو، دي العالم كله بقت يعني اوضه ضيقه خالص، وموبايل انشات في بعضها تقدر توصل منه لكل حاجه. اوكي طيب، زي ما قال الدكتور سليم والساده الرؤساء الجلسه تفضلوا برضو، ان حقيقه البلمونري امبوليزم ات از وان اوف ذا فيتال ديزيزز، وما اعتقدش ان حد فيكم، انا شايف ا فيري يونج فيسز، ا لوت اوف فيري يونج فيسز او يونج فيسز ان فرونت اوف مي، ما بيقابلش في الطوارئ كل يوم حاله او حالتين بلمونري امبوليزم، مشكله. ولذلك هم بداوا الستيتمنت بتاعت الجايد لاين بجمله مهمه جدا، قال لك احنا ليه هنغير الجايد لاينز بتاعت البلمونري امبوليزم؟ بيكوز، ردوا على نفسهم، وي هاف تو هاف ا فاليديتد ايفيدنسد ابروتش فور مانجمنت اوف ذيس فيتال بروبلم. فعشان كده لازم الجايد لاينز كل شويه تتغير وتتحسن وتتحدث وتبقى فاليديتد. ويعني احنا طبعا مش هنقول الجايد لاينز كلها، لكن هنقول الميجر changes اللي هي تأفكت اور براكتس ويبقى ليها امباكت على البراكتس بتاعنا. وات از نيو؟ الهيمودايناميك انستابيليتي اند هاي ريسك بالمونري امبوليزم. مهمه قوي 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 ان احنا نديفاين البيشنت ات هاي ريسك، وطبعا ناسس الهيمودايناميكس اوف ذا بيشنت، دي مهمه قوي، لان دي هتأفكت اور ديسيجن اند مانجمنت. نمره واحد. نمره اثنين، الريسك ادابتد دايجنوستيك الجوريزمز. انت بعد ما عرفت ان العيان ده ليفل اوف ريسك والهيمودايناميكس بتاعته، لازم تخش على دايجنوستيك الجوريزم. لو دخلت في نصه، دخلت في اوله، سبت حاجه منه، يو ويل مس ذيس كريتيكال بيشنت. فلو سمحت وي هاف تو فولو ذيس الجوريزم فيري بريسايسلي، لان الوقت كمان ما بيبقاش كبير. بالمونري امبوليزم لو هو هاي ريسك بيشنت وهيمودايناميك انستابل، يو مي لوس ذا بيشنت ان فيو، انا مش عايز اقول كمان فيو اورز، احيانا ان فيو مينتس. فلازم تكون الاكشن رابيد الجوريزمز جاهزه في دماغك. نيو ريكومنديشنز فور دايجنوزس هنشوفها. نيو ريكومنديشن فور ريسك اسسمنت اند بروجنوستيك امبورتنس اوف ذا رايت فنتريكولر ديسفانكشن، اللي هو الاساس في القصه. هوريكم سلايد ظريفه قوي كده، حتى يمكن انا حاططها على الفيسبوك، معرفش مين اللي شافه، سميتها الحلزونه، واخد بالك، اللي هو الديدلي سيركت. ديدلي سيركت دي خطيره، والرايت فنتريكولر ديسفانكشن هو المشكله اللي فيها. Integrated management algorithm دي هنشوفها برضو. Indication of extended treatment، اوقات كتيرة قوي بنبقى نقول مين اللي هياخد الثلاث شهور، ومين اللي هياخد الست شهور، ومين اللي مفروض يكمل بعد كده. الحتة دي هم رجعوا لها تاني بعد ما لغوا concept اللي هو اسمه ايه البروفوكت وانبروفوكت. دي خلاص ايه، دي خلاص اتلغت، لكن استبدلوها بحاجة، مين اللي احنا هندلهم indefinite او extended anticoagulation. طبعا مهم قوي في العيانين اللي عندهم كانسر موضوع البالمونري امبوليزم، لان هم عندهم هاي انسيدنس اوف فينوس ثرومبو امبوليزيشن. دايجنوزس اند مانجمنت اوف بالمونري امبوليزم ان بريجننسي، الناس الستات البريجننت هم فيري بروم برضو ان هم يحصل لهم بالمونري امبوليزم، فلازم اكون عارف انا هشخص ازاي والسبيشال واي اوف مانجمنت بتاعهم ازاي، بيكوز شي از بريجننت. يس، لونج تيرم فولو اب اند سيرش فور ليت سيكولي، ما سبكش كده كمان، ده قال لك انت اللونج تيرم بتاعك هيبقى ماشي ازاي، هل في ابديت فيه ولا لا. الديفينيشن اوف هيمودايناميك انستابيليتي اند هاي ريسك بي اي، في ثلاثه كاتيجوريز من الهيمودايناميك انستابيليتي لازم يكونوا في دماغنا. حد بالمونري امبوليزم وجاي نيد فور كارديو بالمونري ريسسيتيشن، كارديو بالمونري يبقى ده اول ليفل، وفي ده طبعا ده فيري كريتيكال. نمرة اتنين، الناس اللي هم ممكن يجوا بحاجة واتس كولد اوبستراكتيف شوك. اوبستراكتيف شوك دول اللي السيستوليك بلاد بريشر بتاعهم تحت 90 ومحتاجين فازو بريسر عشان نعلى بالسيستوليك بلاد بريشر اكتر من 90 على الرغم
ان هم عندهم فيلنج ستاتس كويس، يعني هم ما عندهمش هايبو ايه هايبو فوليمي، وعشان كده بيسموها تيرم لقيته ظريف اسمه في الجايد لاينز السنه اوبستراكتيف شوك. المجموعه الثالثه اللي هم عندهم سيستوليك بلاد بريشر اقل من 90 برضو، او سيستوليك بلاد بريشر، وهنا دي الحته اللي في الديفينيشن عايزين نركز فيها شويه، الديفينيشن بتاع الهيموداميك انستابيليتي، ان يكون في ريدكشن اكتر من 40 ملم ميركوري في السيستول وده انه اكتر من 15 دقيقه. ها يبقى ده ديفينيشن مهم، بمعنى ان ممكن عيان يكون بريزنتد بسيستوليك بلاد بريشر 140 ونزل سادنلي السيستوليك بلاد بريشر بتاعه 40 بقى 100 سيستوليك از كونسيدرد ان هو قدامك ممكن يكون ستيبل، لكن اكوردنج تو ذا نيو ديفينيشن ان بيرزيستنت هايبوتنشن 40% دروب اكتر من 15 دقيقه دوت بيعتبر وان اوف ذا هيمودايناميك انستابيليتيز ويتش اي شوت تيك اكشن ابون ان كيسز اوف سسبكتد اور دايجنوزد بالمونري امبوليزم. الحلزوني الديدلي سيركت، الديدلي سيركت هي مشكلتها كلها في انكريزد الار في افتر لود، ار في دايلاتيشن يحصل تريكاسبيد ريجيرج، الار في اول تنشن يزيد عليه، يبدا التنشن ده يشغل النيورو هرمونال اكسس، يبدا يحصل مايوكاردال انفلاميشن، مايوكاردال انفلاميشن يزود الار في اوتو ديماند، انترا بالمونري ايفي شانتنج، وبعدين ار في اسكيميا وهايبوكسيك انجري، الار في كونتراكتيليتي تقل، ار في اوتبوت يقل، يبدا ال ال في بريلود ينعكس عليه بقى الشغل بتاع الار في ويقل، كاردياك اوتبوت يقل، سيستميك بلاد بريشر وهيمودايناميك انستابيليتي تحصل، كورونري بيرفيوجن الار في ال فيتاثر اكتر ويقل الار في او 2 ديليفري، والدن الدنيا ماشيه كده لحد ما بنسميها الاوبستراكتيف شوك اند ديث. احنا مش بنقول كده عشان نبقى هوبلس، مش بنقول كده عشان نكتئب، احنا بنقول كده عشان هاو جريف ات از، عشان ات اني تايم وي شود انتر ذيس سيركت اند كوربت ات اند ديسربت، لازم نقطع هذه السيركت بسرعه وبكل ما اوتينا من قوه اند ايفيدنس بيست مانجمنت. في جدول كده انا مش هقرا لكم لانه حتى يمكن ما يكونش واضح قوي قدامكم على السكرين، لكن هو مهم قوي في البروبابيليتيز بتاعه ان انت تشك ان العيان ده عنده او عندها بالمونري امبوليزم، اللي هم الريسك فاكتورز. عشان ما نقراش كتير بس انا اي ريكومند ان الناس كلهم اللي بيقعدوا او اي حد، بس بالذات الناس اللي بيقعدوا في الطوارئ، لازم الجدول ده يكون في دماغهم كويس قوي، علشان على اساسه هيحددوا البروبابيليتي بتاع ان حد عنده ديسني اوف شاست انفكشن وهو اصلا البلاد بريشر بتاعه نورمالي 90 اوفر 50، زي ما بنشوفهم كتير، في ناس كتير عندهم بلاد بريشر 90 اوفر 50 اور ايفن 80 اوفر 50 وعنده شويه شاست انفكشن وديسنيا، وانا اقول ده عنده بالمونري امبوليزم واجري واديله ستريبتوكينز، او واحد او حد تاني عنده بلاد بريشر سيستوليك 100 نازل من 140 بيكوز اوف بالمونري امبوليزم، بس عشان انا سمعته كويس وعرفت الريسك فاكتورز اللي موجوده عنده ايه، فاي شوت بوت هيم ان هاي بروبابيليتي ستاتس ان ده ممكن يكون بالمونري امبوليزم. يبقى اي شوت نو ذيس. على سبيل المثال مثلا من السترونج ريسك فاكتورز ان واحد يكون عنده فراكشر في اللور ليمب، اظن دي بنشوفها كتير، بعد الفراكشر لازم تخبط في دماغك على طول، فراكشر وقعد ها يبقى عنده انسنس بالمونري امبوليزم، في حين حاجه يعني ممكن احنا نشك فيها بس الشك فيها ما هوش عالي قوي، اللي هي ويك ريسك فاكتورز، الستات البريجننت، ما تخليش عندك الظن قوي ان كل واحده ديسنك ها وعندها شويه لو بلاد بريشر ان دي عندها بالمونري امبوليزم، لان ده لو ريسك على فكره، ما هوش هاي ريسك، يعني البريجننسي نفسه ما هوش هاي ريسك بالمناسبه. كل الناس بتخوف الستات ويقولوا لهم ان انت البريجننسي ده انت عندك عرضه ان انت تبقي ايه يجي لك بالمونري امبوليزم، لا ما هياش هاي ريسك فاكتور، هي ريسك فاكتور بس نوت هاي ريسك فاكتور. فانا اي ثينك ان الجدول ده وي شود لوك فور اند وي شود كيب ات ان مايند عشان نقدر ناخد ديسيجن في الريسك اسسمنت. ننقل على النقطه الثانيه اللي هي الدياجنوستيك الجوريزم فور سسبكتد هاي ريسك بالمونري امبوليزم. بصوا بقى اللي اقوله شرط اخره نور، يعني ايه؟ يعني ما فيش عيان تشك فيه اكوردنج تو ذا بروبابيلتيز من الهيستوري تيكينج وما تعملوش فورا 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 بيت سايد ايكوكارديوجرافي، لان دي اول خطوه في الايه في الالجوريثم، اي شود نوت مس. ها وعلى فكره يعني زي ما هتحط للعيان اكسجين عشان تاكسجينيتهم، وانت النيرس او الاسيستنت بيحط لك الاكسجين على العيان عشان يرفع الاكسجين ساتوريشن، يو ار بولينج ذا ايه ذا ايكو بروب تو بوت ات ان ذا بيشنت اند تو كومبليت اند تو ستارت يور الجوريثم اوف دايجنوز.
دي زي دي بالظبط. ليه؟ لان على اساسها I will take the decision. لو في RV dysfunction، لو ما فيش خلاص احنا هنشوف سبب تاني للايه. يعني انت لو متأكد وشفت وان ما فيش RV dysfunction يبقى ده خلاص البروبابيليتي بتاعنا هنا لانها كوبرمونيزم is very low، والانستابيليتي دي سببها حاجة تانية. لكن لو موجودة RV dysfunction يبقى لازم العيان ده لو في CT available which I think is available here on spot، مش كده يا دكتور سليم؟ اه موجود طبعا. No push the patient to the CT immediately. Immediately هما ما يكتب كلمة immediately it means immediately. ليه؟ لان لو عملت CT ولقيت ان هو positive يبقى I should start treatment of high risk PE especially لو هو hemodynamically unstable، يبقى انا لازم ابدأ له على طول الايه؟ الثرومبوليتك ثيرابي. لو نيجاتيف هسيرش فور اذر كوزز فور انستابيليتي. هل الالجوريزم ده صعب؟ لا مش صعب، بس دقيق جدا. يعني ايه؟ يعني ما تضيعش وقت العيان. ها ذير از ان ايكو ان ذا اي ار، مش كده؟ في ايكو ماشينز في الار. ما تضيعش وقت العيان في انك انت زيه زي بتاع الام اي تنقله وبعدين تفكر تعمل له ايكو. لا، الايكو از فيري امبورتنت، ترانسفيرس ايكو از فيري امبورتنت فور ذا الجوريزم اوف تريتمنت. طيب without hemodynamic instability بقى، suspected be in patient without hemodynamic instability، الكلينيكال probability معانا زي ما قلنا في pulmonary phase clinical judgment or prediction rule، لو low or intermediate clinical probability or be unlikely بنبدأ نخش على الدي دايمر. الدي دايمر نيجاتيف خلاص انا ما عنديش مشكله، الدي دايمر بوزيتيف بعمل السي تي، لو بوزيتيف ببدأ التريتمنت. دول اللي هم الناس اللي ما عندهمش hemodynamic ايه؟ instability. لو في هاي كلينيكال بروبابيلتي، اللي انا جبتها منين؟ جبتها من الريسك فاكتورز الجدول اللي انا بقول لكم عليه المهم قوي. نعمل سي تي لو بوزيتيف يبقى تريتمنت، لو نيجاتيف نو تريتمنت اور فيردر انفستيجيشن. دول الناس اللي هم عندهم. وعشان كده الدي دايمر الرول بتاعه از فيري ليميتد، وهو جود نيجاتيف تيست زي ما كلنا دايما بنحكيه. بس الدي دايمر جددوا عليه حاجه بقى الايه؟ جددوا عليه حاجه في الجايد لاينز دي. ايه هي؟ ودي مهمه. قال لك ان الدي دايمر تيست يوزنج ان ايج ادجستد كات اوف اور ادابتد تو كلينيكال بروبابيلتي، يعني مش دي دايمر وخلاص، دي دايمر وضيف عليه وانت بتطلبه الكلينيكال بروبابيلتي بتاعتك للبالمون امبريزم دي ايه؟ لو انترميديت اور هاي، وضيف عليه السن بتاع العيان. على سبيل المثال احنا الرينج فوق تحت ال 500 القديم على الفيكسد ده يقول لك ان انا ايه؟ ان انا نيجاتيف. في حين ان العيان لو عنده ريسك فاكتور او عنده هاي بروبابيلتي او الايج بتاعه 80 او فوق يخليك تقول ان عشان تقول نيجاتيف لازم ترفعها ل 1000 مش 500. يبقى اذا الايج والكلينيكال بروبابيلتي شود بي ادجستد مع الدي دايمر، ودي الحته دي جديده في الايه؟ في الجايد لاينز. كان زمان دي دايمر وخلاص او قبل كده يعني. الحاجة التانية المهمة على فكرة واللي كلنا ساعات في البراكتس ما بنديهاش أهميتها هي الكمبريشن التراسونوجرافي فور لور لمبس. البوزيتيفيتي بتاعته مينز الوت، وعشان كده هي الليفل بتاعها وفي الجايد لاينز 2A. فمهم قوي إن احنا هقول لكم إزاي في الأرجوزم دلوقتي إن احنا نشوف البروكسيمال كمبريشن التراسونوجرافي، لأن دي هتزود لي البروبابيلتي بتاعي في الدياجنوزس أوف بالمونري امبوليزم. الفي كيو سكان من زمان هو عمال بيبقى داون جريدد الا في سبيشال سيناريوز الفي كيو انسبكت مي بي كونسيدرد، وهو ده 2 بي في الحقيقه فور دايجنوزس اوف بالمونري امبوليزم. والحمد لله ان هو الرول بتاعه كده لان هو مش افيلابل موست اوف ايه الموست اوف، يعني دي من نعمه ربنا. لكن انا اي ثينك ان الايكو طبعا ان اول ذا سنترز السي تي ان موست اوف ذا سنترز فاتس اوكي تو ريتش ذا ايه ذا دايجنوزس. من يو ريكومنديشن فور ريسك اسسمنت مهم قوي زي ما قلت لكم، واحنا بنينا القرار بتاعنا في ان احنا نحول العيان ده ايميديتلي على السي تي ولا لا بناء على ايه؟ على الار في فانكشن. يبقى اذا الار في ايميجنج از فيري امبورتنت، اضافه الى البايو ماركر شود بي كونسيدرد ايفن ان بريزنس اوف لو سيفيريتي اندكس فور بالمونري امبريف دي 2A. اللي بعد كده دي مش مهمه قوي. طيب خلينا نقول الكلاسيفيكيشن اوف بيس بالمونري امبريزم بيزد اون ايرلي مورتاليتي ريسك. الجدول ده مهم قوي على فكره. ليه؟ الايرلي مورتاليتي ريسك هاي اعتبرها امتى هاي؟ لو العيان عنده هيمو دايناميك انستابيليتي
وفي عنده كلينيكال بارامترز اوف بالمونري امبوليزم سيفيريتي وار في ديس فانكشن وليفيتد كاردييك تروبونين ده هاي مورتاليتي. ماشي. الناس اللي هم عندهم انترميديت تو هاي دول عندهم الثلاثه من غير هيمودايناميك ايه انستابيليتي. الناس اللي عندهم انترميديت تو لو عندهم كلينيكال سيفيريتي كرايتيريا وعندهم واحده من الاثنين يا ار في ديس فانكشن يا ليفيتد كاردييك تروبونين واحده من الاثنين. هو احنا بنقول الجدول ده ليه؟ عشان نقعد نقول الوان وخلاص؟ لا، عشان الرابيديتي اوف يور اكشن اوف مانجمنت والبلان اوف يور اكشن اوف مانجمنت. لو انت ما انتش عارف ان المورتاليتي في العيانين اللي عنده هيمودايناميك انستابيليتي عاليه والبروبابيليتي بتاعه البارامترز بتاعه السيفيريتي عاليه والار في ديس فانكشن موجود والتروبونين عالي، يعني ده فيري هاي ريسك اوف مورتاليتي، ها هيبقى تحركك مش سريع، لازم يكون تحركك سريع جدا في العيان ده. طيب في ريكومنديشن فور اكيوز فيت تريتمنت؟ في، والحقيقه مهمه جدا. When oral anticoagulation is initiated in patient with pulmonary embolism who is eligible for ANUAC, ANUAC is recommended form of anticoagulation treatment. Class 1 indication. الحقيقة دي كانت متوقعة. يعني كان يقول لك الفيتامين كي antagonists أو النواك with preference للإيه؟ للنواك. هو هنا جاي حاطط لك النواك، هو طبعًا بريفيرد وحاططها class 1 إيه؟ كلاس 1 انديكيشن ان انت تنيشيت في البالمونري امبوليزم. مهم قوي ان يكون في مالتي ديسيبلينري تيم. يعني ايه مالتي ديسيبلينري تيم؟ مالتي ديسيبلينري تيم هو مش ممكن حد ياخد ستريبتوكاينيز ويفيل، ممكن. يبقى انت محتاج انترفينشنست يقدر يخش ويعمل كاتيتر بيزد امبليكتومي. وممكن لو ما عندكش في السنتر ده حد انت اكسبرتيز في الكاتيتر بيزد امبلوكتومي، لكن عندك سيرجن اكسبرتيز في السيرجيكال امبلوكتومي، هتلجا له علشان يعمل لك سيرجيكال امبلوكتومي لو انت عندك فيلد ثرومبوليتيك. يبقى انت محتاج جنرال كارديولوجيست، انترفينشنال كارديولوجيست، سيرجن ويز اكسبرتيز ان بالمونري امبلوكتومي، واحيانا ا فيري جود اند فيري اكسبرت انتنسيفست. ليه؟ لان اوقات كتيره في بعض العيانين there is no way to support the patient الا بالايه؟ الا بالاكمو. فالاكمو ده انت محتاج intensivist very high experience to support the patient. ها؟ لان هو لسه انت عارف هو لسه الاستاديز والكلام لا ما هو مش فكره availability، فكره انت عملت استاديز قد ايه؟ ها؟ عشان تفاليديت القصه دي. فانت الاكمو في كام سنتر حتى في العالم بناس بتكسبرتيز عندها اكسبرتيز عليه علشان تعمل استاديز عليه علشان، لكن ات از ايه؟ ات از جوينج اب طبعا. يعني وانا اي ثينك ان هو هيبقى دوت واحد من الحاجات. مهم قوي برضو الجدولين ثلاثه اللي هقول لكم عليهم دول ليه مهمين يا جماعه؟ ليه مهمين؟ مهمين زي ما قلت لكم، كانوا زمان حتى ازازتنا يقولوا لنا ايه؟ احنا بنشخص البلمونري امبوليزم بالكلينيكال ايه؟ سينس. كان الدكتور لطفي شهوان الله يرحمه كان يقول لنا البالون بلزم ده انت عندك ايه تشخصه بيه؟ هتقول لي ساينس تاكيكارديا وهتقول لي اس 1 كيو 3 تي 3 والكلام ده ممكن كله في التراوح. انت بتشخصه بالكلينيكال سنس. الكلام ده لحد دلوقتي لسه فالد، وعشان كده هم من 2014 حتى، وده لسه موجوده في الجايد لاينز اللي هو الاوريجينال اند سمبليفايد بالمونري امبلوم سيفيريتي اندكس، دي موجوده. وبيعتمد فيها على ايه؟ يعني عشان بس وانتوا قاعدين في الطوارئ او اللي بيشخص، على سن العيان، راجل ولا ست، عنده كانسر ولا ما عندوش، في كرونيك هارت فيلر ولا لا، في كرونيك بالمونري ديزيز ولا لا، البالس ريت بتاعه فوق ال 110 ولا لا، الساتوريشن فوق ال 90 ولا لا، السيستوليك بلاد بريشر تحت ال 100 ولا لا، الريسبيراتوري فوق ال 30 ولا لا، التمبريتشر بتاعته تحت 36 ولا لا. اظن دي كلها كرايتيريا يو كان جت ان بالظبط 1 مينيت 1 اور 2 مينيتس ماكسيمم. يو جت ذيس كرايتيريا تو بوث ذا بيشنت ان ذا بروبابيليتي ليفل هاي اور لو، مش كده؟ اور انترميديت. احيانا كتيره برضو يقول لك ايه حاجه اسمها الهيستيا كرايتيريا. الهيستيا كرايتيريا دي هو ضافها، قال لك برضو عشان ايه؟ يعني نزود الكلينيكال بيز بتاع التشخيص بتاع العيان. هيستيا كرايتيريا هي مش جديده، بس يقول لك واحده منهم تحطك في هاي بروبابيليتي للايه؟ بالمناسبه على سبيل المثال لما يقول لك ان البيشنت عنده هيمودايناميكالي انستابيليتي، لا ده خلاص ده طبعا ده بروبابيليتي بتاعته ديسنيا، بروبابيليتي بتاعته بتاعت البالمونريزم عاليه جدا، ها؟ او يقول لك سيفير بين نيدنج انترافينس بين ميديكيشن فور مور ذان 24 اورز، ده برضه تحطه في هاي بروبابيليتي. الحقيقه ده وان اوف ذا يعني تيبلز يوزد
to the probability of the A of the pulmonary embolism. لكن الأفضل طبعا اللي هو الايه اللي هو اللي قبل كده اللي هو الاوريجينال سمبليفايد بالمونري امبلزم سيفيريتي اندكس البي سي. الريت الريسك ادجستد مانجمنت ستراتيجي فور اكيوت بي اي. البيشنت وذ اكيوت بي اي وي هاف فيرست لاين تو انتي كوجوليت. هو انا بقى انتي كوجوليت بايه؟ ام فراكشنيتد هيبرين. ها واللي موجود في الجايد لاين ام فراكشنيتد هيبرين ده اللي واخد كلاس 1. ان انا العيان انا شكيت وشخصت كمان يبقى اي هاف تو جيف هيم immediately ام فراكشنيتد هيبرين. اي كان ستارت وذ ات ذا اورال انتي كوجولانت زي النواك لكن اي شود ستارت الايه الام فراكشنيتد هيبرين. هذا سبستيتيوت لكن اللي واخد كلاس 1 ها هو الانفراكشنيتد هيبر. هو بص الحته دي يا محمد انا هقول لك عليها. هو لو العيان ده عنده هيستوري اوف هيبرين انديوس ثرومبوسايتوبينيا يبقى انت هتلجا للالترناتيف على طول زي الفوندا بارينوكس خاصه اللي هو في الليفل بتاع 7.5 وانت طالع ممكن 10. الهيمودايناميك انستابيليتي لو مش موجوده بندستنجوش لو اور انترميديت ريسك بي اي عن طريق ان احنا بنعمل ايه. شفتوا بقى الجدولين اللي احنا قلناهم قبل كده دول لهم فايده ولا لا؟ فايدتهم في ايه؟ بشوف الكلينيكال ساينز والسيفيريتي بتاعه البي اي وبشوف الار في ديسفانكشن بتشيك الاثنين دولي. لو الهيمودايناميك انستيبل خلاص ده هاي ريسك انتهى امره. لكن لو واحده من الاثنين دولي موجوده يبقى ده انترميديت. لو مفيش واحد ولا دي موجودين اللي هو الار في ديسفانكشن او الكلينيكال كرايتيريا يبقى ده له ريسك. يبقى ده مهم ولا مش مهم؟ لا طبعا مهم جدا. على اساس ايه؟ على اساس ان العيان الهاي ريسك دوت انا immediately اي ستارت الايه؟ الريبرفيوجن استراتيجي اللي هي الثرومبوليتيك ثيرابي. بس في عيان تاني يهمني اكتر بقى في الحقيقه، ده كله كلكم انتوا عارفينه كويس قوي. لكن في عيان ويمس، مين هو؟ اللي هو العيان الانترميديت ريسك. انترميديت ريسك ده انا عرفته منين؟ من الكلينيكال كرايتيريا والار في ايه والار في ديسفانكشن، صح كده؟ طيب اروح اعمل له تروبونين. لو عملت له التروبونين وطلع هاي بوزيتيف، ها العيان ده بعمل له فيري كلوز مونيتورنج انه لو حصل له اي ديتريوريشن فورا ابدا له الايه؟ الثرومبوليتيك ثيرابي. فده مهم قوي. ليه؟ لان ساعات كتيره العيان الانترميديت دوت انا ممكن ايه؟ ممكن انساه. التاني انا هديله ترومبوليتك على طول. الانترميديت ده لو نسيته ما عملتلوش التروبونين واتاكدت ان هو بوزيتيف وحطيته على التراك بتاع انه ممكن ياخد ريسكو ثرومبوليتك ثيرابي ايوه المس ذيس بيشنت. فدي مهمه قوي. العيانين اللي هم الانترميديت ريسك دول شود هوسبيتالايز. لقيت حاجه ظريفه قوي في الناس اللو ريسك دول بقى. الناس بتهتم بحياه البشر فعلا. لو ريسك. الناس اللو ريسك دول يقول لك ايه؟ هل في اذر ريزون فور هوسبيتاليزيشن؟ ثلاث اسئله. هل في فاميلي اور سوشيال سبورت؟ السؤال الثاني. هل في ايزي اكسس تو ميديكال كير؟ لو واحد من دولي او اكتر مش موجودين يبقى انا بهوسبيتالايز البيشنت. ليه؟ هو يخاف ان العيان ده ما يكونش عنده فاميلي او سوشيال سبورت حتى لو هو لو ريسك وفي وقت ما يبقى انترميديت او هاي ريسك. هو انا اقلق عليه. لكن لو العيان عنده فاميلي سوشيال سبورت كويس، عنده ايزي اكسس تو ميديكال كير وهو له ريسك، لا روحه ما تخافش عليه. واظن الحته دي مهمه قوي عندنا هنا في معهد القلب. بيجي لنا ناس سوري من اللي حوالينا كده هو فيري لو سوشيو ايكونوميك ولا في فاميلي سبورت ولا في اي حاجه، وانت شخصته على انه له ريسك، بس الراجل ده لو طلع بره انت مخايق قلقان عليه، لا حد هيسال فيه ولا حد. حطه ايفن عندك. اي ثينك ان انتوا عندكم شيست بين يونت في الاي ار او عندكم عنايه في الاي ار تقدر تحطوا فيها ولو ساعات علشان تراب. خلاص احنا قلنا ريكومنديشن كلاس 1 الانفراكشنيتد هيبرين الثرومبوليتيك ثيرابي. واتس نيو ان ذيس جايد لاين او هي ابجريدد يعني السيرجيكال بالمونري امبليكتومي في العيانين اللي هم فيري هاي ريسك وعندهم كونترا انديكيشن او فيلد ثرومبوليتيك ثيرابي. بصوا يا جماعه العيان ده لو اتساب هو كده ايه؟ ميت. الحلزونه شغاله ها رايح في سكتها. يبقى ما حدش يقول لي اصل البيشنت از فيري هاي ريسك فور سيرجري. مفيش حاجه اسمها كده. لو العيان فيلد ثرومبوليتيك وهو هاي ريسك وهيموديناميك ان ستيبل بوش هيم باي جايد لاينز كلاس 1 انديكيشن لحاجه من الاثنين سيرجيكال امبولكتومي
اور كاتيتر بيزد ثيرابي فور ذيس بالمونري امبوليزم. وانا بقول لكم الفتره الجايه افتكروا الكلام ده كويس، ان الفتره الجايه كتير قوي هنشوف صور على الفيسبوك بعد الجايد لاينز دي، بعد الناس ما هتتشجع شويه، ان عيان بالمونري امبوليزم دخل واتعمل له كاتيتر بيزد او اتعمل له سيرجري والعيان طلع بعد كده كلينيكالي ستيبل. صحيح نسبتهم مش هتبقى كبيره لان في هاي مورتاليتي، ها، لكن ات ويل بي. انت محتاج حاجه تشجعك، محتاج ديتا تشجعك، محتاج ايفيدنس يشجعك تو دو. الجراحين هيتشجعوا واحنا كانترفينشنالست هنتشجع. طبعا انا مش محتاج اقول لكم الستريبتوكينيز بيتاخد ازاي لان هو اللي موجود عندنا طبعا في بس هو محتاج بفكر بحاجه دايما. احنا عندنا تو ابروتش للستريبتوكينيز، في عندنا السلو ابروتش والايه والفاست ابروتش. تفتكروا ايه ليه عاملين تو ابروتشز؟ حد يقول لي ليه؟ تفتكروا حاجه معينه؟ اقول لكم انا حاجتين في ظني وفي من الداتا، ان انت احيانا بتبقى محتاج رابيديتي في انك انت تحصل على ثرومبوليتيك افكت، فبتدي الرابيد ايه الرابيد اكشن. وفي نفس الوقت حاجه تانية ممكن يكون جاي لك العيان، ها، بهيستوري اوف بليدنج وريفر، فانت بتمشي معاه بالسلو ابروتش خوفا كمان من الايه من البليدنج. يبقى هو مديك الاثنين تتحرك بيهم اكوردنج تو ذا كلينيكال جادجمنت اوف ذا كيس. زي ما قلت لكم الكاستر بيست تو ايه برضو المهم اللي انتوا تعرفوه، الناس الجونيورز اللي بيقعدوا في الطوارئ وفي السي سي يوز، ان انت في العيانين دول يو سبورت ذم باي نورابينفرين وايه تاني دوبيوتامين. يبقى دول الحاجتين اللي انت بتستخدمهم في الايه في السبورت، النورابينفرين اللي هو ليفوفيد ومعاه الدوبيوتامين او الدوبيوتامين. الايكمو زي ما قلت لكم مهم خاصه في الناس اللي داخلين يعملوا ايه سيرجيكال امبلكتومي او كاتيتر بيزد امبلكتومي. كرونيك تريتمنت اند بريفنتيف اوف ريكيرنت ان بيشنتس وذاوت كانسر. نيجي للحته بقى بتاعه الانديفينيت والاكستندد. الناس اللي عندهم انتي فوسفوليبيد انتي بودي سيندروم كلاس 1 انديكيشن مهم قوي، وده على فكره تحليل بيتعمل ما هوش صعب ولا حاجه رهيبه جدا، بيتعمل بنعرف اللي عنده انتي فوسفوليبيد سيندروم ده بياخد انديفينيت. انديفينيت ايه بقى؟ انديفينيت ايه؟ انديفينيت وارفرين مش انديفينيت نواك، ودي معلومه مهمه خلي بالكم في منتهى الخطوره. لا ده هم عملوا ستادي لقوا ان البليدنج مع العيانين دول في النواك از ريسكي وكريتيكال اكتر من الفيتامين كي انتاجونست. فخلي بالكم ما يجيلكش الشعور بان ده مفروض ياخد ذا ماكسيمم باورفول انتي كواجولنت فور ايفر فانت تدي له نواك. لا ات از كلاس 1 ان انت تدي له فيتامين كي انتاجونست. اتس فيري امبورتنت ستيتمنت. والاكستندد انتي كواجولشن فور بيشنت ويز نو انديفينيت ريسك فاكتور فور اندكس بالمونري امبوليزم ايفنت، دي مهمه جدا. عيان او عيانه جت في بالمونري ايفنت بالمونري امبوليزم ايفنت وما عندوش اي ريسك فاكتورز، فاكرين حته بروفوكت وان بروفوكت؟ هي كده بقى، شالوا بروفوكت وان بروفوكت ديت وخلوها في ريسك فاكتورز ولا ما فيش ريسك فاكتورز عشان تاكستند. الحته اللي في البالمونري امبوليزم في حته قبل بتوع الكانسر، ان احنا في بعد ست شهور لو بندي نواك هنقلل الدوز دي كلاس 2 ايه. في الكانسر كنا بنقول في الجايد لاينز 2014 ان الناس دول ما ينفعهمش غير الايه البارنترول بس. لا انت ممكن تدي الريفاروكسابان او الايدوكسابان كمان في عيانين الكانسر. بس هو في العيان اللي ممكن ياخد انديفينيت نواكس اللي هو اللي عنده انتي فوسفوليبيد انتي بودي سيندروم، ده اللي هو المفروض ان هو ياخد فور او انديفينيت نواكس. I think this is موجود، ده موجوده في الجايد لاين. لا ده هو هنا هو الوحيد اللي هو ممكن ياخد نواكس فور لايف هو العين عندي عنده انتي فوسفوليبيد انتي بودي. لا يا فندم اهي انديفينيت. لا ده اصل انا رجعتها من انسايد ذا تكست عشان النقطه دي مهمه جدا. لا 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 رد على دكتور حمدي. في ناس بيبقى انتروسوليس بتدي له الوارفرين خالص على الستيرويدز بالنسبه لهم هو بس هو في حاجه هنا. هو شوف الستيتمنت واضحه جدا كلاس 1 انديكيشن انديفينيت تريتمنت ويز فيتامين كي انتاجونست. بس نص بتوع الانتفوسوليد دول اديله وارفرين 20 مللي جرام وما بيرتفعش عنده، يعني عندهم حاجه في لما دخلت انا في الحته دي انا استغربت زي حياتك استغربت دكتور حمدي كده استغربت جدا. الله هو العين ده اصلا عنده هاي ثرومبوجينيستي وعنده حتى ايفن واتس كولد هي حاجة تانية بس دي زيها كده ثرومبوفيليا، ها؟ فأنا محتاج أكون واخد الموست ايفيدنس باور. اصبر بس الجايد لاين كمان تلاقيها داخل.
جوه لا جوه الستيت جوه جوه الجايد لاينز دخلت قريتها بقى دخلت قريتها قال لك ان الناس بتوع النواك دول وجدوا ان هو عندهم انكليز الريسك اوف بليدنج لا يبقى انت قريتها لان هي وان ستادي فعلا بس تمام هي وان ستادي انا عاوز نص الوارفرين هو عشان الشركه الوحيده اللي هو ما انت عارف ان غلط بقى لا بس خلينا نمشي ايفيدنس خلينا نمشي ايفيدنس طيب اوكي انا على العموم احنا في الـ في الـ في الـ في اللاست سلايدز يعني ممكن 1 و 2 سلايد دايجنوستيك ورك اب اوف سسبكتد بي ديورينج بريجننسي اند اب تو 6 ويكس بوست بارت انا يهمني قوي حته الهيدر بتاع السلايد دي ليه الدايجنوستيك ورك اب اوف بريجننسي في السسبكتد بالمبوليزم مش بس اثناء البريجننسي ده 6 اسابيع كمان لو انا سسبكتد بالمونري امبوليزم دي مهمه جدا يعني مش العينه عدت من مرحله البريجننسي وانت سسبكتنج انك بالمبوليزم والست ولدت والحمد لله وعملوا السبوع و100 100 وخلاص لا لا 6 اسابيع لو انت عندك شك لازم تعمل لها الايه لازم تعمل لها طب انت عندك هاي بري تيست بروبابيليتي اور انترميديت لو بروبابيليتي اند بوزيتيف دي دايمر يعني يا اما هاي بروبابيليتي يا اما عندها انترميديت لو مع بوزيتيف ايه مع بوزيتيف دي دايمر في الوقت دوت انا بانتي كواجوليت وذ لو مولكولر ويت هيبرين وخلي بالكم هنا الانتي كواجوليشن ها نقطه مهمه جدا ثيرابيوتيك ليفل يعني ايه ثيرابيوتيك ليفل البريجننت بيبقى وزنهم تقيل خلي بالكم يعني وزنها 80 90 ما اعرفش ايه الكلام ده كله ادي ويت ادجستد ثيرابيوتيك ايه ليفلز مش 40 و50 وبروفيلاكتيك وخايف لا هتخاف على ايه هتخاف على ايه دي مهمه جدا شست اكس راي شفتوا بقى هنا الكلام شست اكس راي والكمبريشن بروكسيمال دوبلكس التراسونوجرافي اف سيمتومز اور سنسز اوف دي في تي الحته دي مهمه جدا شست اكس راي تتعمل ويتعمل سونار في الناس دوبلكس في الفيميلز البريجننت لو الدي في تي مش موجوده خلاص لو الدي في تي موجوده خلاص احنا هنبدا تريتمنت طب انت ما لقيتش دي في تي لان ساعات بي واتس كولد ايه اوكالت دي في تي مش باينه مش باينه بالالتراسونوجرافي فبتشوف سبيسيفيك انفستيجيشن فور بي اي شست اكس راي لو نورمال سي تي اور برفيوجن لانج سكان اف شست اكس راي اب نورمال اعمل سي تي يبقى لو الشست اكس راي نورمال اعمل سي تي او برفيوجن سكان لو الشست اكس راي اب نورمال ببوش على طول على الايه على السي تي عشان لو الكلام ده طلع بوزيتيف انا ببدا ايه اريفير خلي بالكم اريفير ذيس فيميل او ذيس ليدي to the physician experienced in diagnosis of PE in pregnancy to start the treatment لو CT كان ايه كان positive اللي هو low molecular weight therapeutic dose يبقى انا طلعت من البريجننسي دي بايه طلعت بيها ان الشيست اكس راي مهمه الكاس اللي هي الكومبريشن التراسونوجرافي على الدوبلكس دي مهم جدا عشان لو طلع positive انا هقول ان العينه ديت عندها possibility ان يحصل لها pulmonary embolism high risk يبقى انا هدي ايه هدي low molecular heparin therapeutic dose روتين كلينيكال ايفالويشن يا جماعه مهم قوي كل 3 ل 6 شهور افتر اكيوت بي اي دي نقطه في الحقيقه مهمه جدا 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 النقطه اللي شفتها مهمه كمان ان اتز ريكومندد تو ريفير سيمتوماتيك بيشن ويز مس ماتشد برفيوجن سكان بعد 3 شهور عملت له برفيوجن سكان ولقيته ان لسه في مس ماتش لازم يتحول لاكسبيرينس سنتر فور بالمونري هايبرتنشن ليه لانه طالما لسه عنده مس ماتش بعد الثلاث شهور في بوسيبيليتي ان هو يبروجريس للبالمونري هايبرتنشن يبقى انت لازم تقطع الحلقه دي من بدري عندنا سنترز في مصر دلوقتي اي ثينك للمانجمنت اوف بالمونري هايبرتنشن واحد اللي هو المين سنتر اللي هو سنتر مجدي يعقوب وفي جامعه القاهره الاثنين موجودين فمهم قوي الحته دي عندنا واحد هنا موجود ستارتد بروجرام اوريدي ستارتد اوريدي اتس اوكي يبقى انتوا كده عندكم من اول الديسنيا اند هايبوتنشن لحد ما تتابع العيان بعد البالمونري بالمبوليزما باس انتي كواجوليشن 3 شهور ده لونج تيرم سيكولي 3 شهور ل 6 شهور انتي كواجوليشن بتعمل ديسنيا وفانكشنال ليميتيشن لسه موجوده يبقى انت بتعمل ايكو عشان تشوف البالمونري هايبرتنشن لو البالمونري هايبرتنشن موجود انترميديت بالمونري هايبرتنشن بروبابيليتي بالذات بتشوف هنا حاجه مهمه جدا بتشوف البي ام بي والان تي برو بي ام بي والريسك فاكتور اوف سي تي بيف والابنورمال سي تي ريزلتس لو الكلام دوت واحد منهم على الاقل موجود بتعمل في كيو سكان
لو في مس ماتش يبقى انت تحول العيان ده فورا على الايه، على الاكسبيرينس سنتر في البلمونري هايبرتنشن. يبقى مهم قوي في اللونج تيرم فولو اب ان انت تشوف الايكو تاني الار في ديسفانكشن. لو الار في ديسفانكشن موجود تعمل برو بي ام بي وتشوف الريسك فاكتور بتاعت السي تي باف، تعمل سي تي بلمونري انجيوجرافي. لو الكلام ده ابنورمال بتعمل فيوك سكان. لو في مس ماتش تحوله على بلمونري هايبرتنشن سنتر. اخر سلايد بقى اللي هي البلمونري امبوليزم امبريف. خلي بالكوا قوي من الريسك لانه مهم قوي في المانجمنت لو انترميديت هاي. الهيموداينامك انستابيليتي اخبارها ايه؟ وخلي بالك انت تراي تو كات ذا ديدلي ابستراكتيف شوك سيركت اللي هي الحلزونه اللي احنا قلنا عليها. نمره 2 الايمجنج الايكو از اسينشن ات ذا فيرست ستيب اوف دايجنوزس. السي تي ذير افتر الكاس في العيانين الايه في الليديز البريجننت مهم قوي. نمره 3 الدي دايمر اتغيرت، ما بقاش دي دايمر فيكسد رينج، دي دايمر ايج اند كلينيكال بروبابيليتي ادجست، ودي مهمه تغير لك النيجاتيف رينج بتاعك. نمره 4 الريبرفيوجن يو هاف تو كونسيدر ات ايميديتلي ان هيمودايناميكالي انستابل بيشنت، ولو فيلد او عنده كونترا انديكيشن في ابجريدد ريكومنديشن للسيرجيكال امبيلوكتومي والكاتيتر بيست. الانتيكواجوليشن وي شود ستارت وذ انفراكشنيتد، وي كونسيدر النواكس از ا فيرست لاين اوف ثيرابي اباف ذا فيتامين كي انتاجونيستس. نمره 6 الاكستندد انتيكواجوليشن دي مهمه في العيانين زي اللي عندهم انتي فوسفوليبيد سندروم او اللي حصل لهم اتاك اوف بلمونري امبوليزم وذاوت اني ريسك فاكتور. يو هاف تو اكستند انديفينيت دي 2 اي كلاسيفيكيشن والفيتامين كي انتاجونيست اونلي انتل ناو، لحد ما نشوف الاستدي ده هيطلع لها ستاديز ولا لا في العين اللي عندهم انتي فوسفوليبيد سندروم. البريجننت خلي بالك من الكاس يتعمل فيهم، ده مهم جدا، شيكست اكس راي وكاس فور هاي بروبابيليتي سسبكتد بالمونري امبوليزم. البالمونري هايبرتنشن لو بعد 3 ل 6 شهور لقيت ان العيان لسه عنده ديسنيا وعملت له في كيو لقيت في عنده مس ماتش، يو شود ريفير هيم اور هير تو دي بالمونري هايبرتنشن اكسبيرينس سنتر. الكانسر كان لهم لوكال هيبرين في بارنترال بس بقت النواكس also 2A you can give it زيها زي اللوم ريكورد هيبرين. finally we have to consider especially in the experience center by experiences intensivists the ECMO support because without sometimes in some patient you may lose this patient. and finally it is good to have new evidence data but it's too bad not to use it properly and thank you for your attention.